نضيف هذا المشروع ينصب تهدف الى البيئه. تنعرفوا ان المغرب تبذل اموال طائله من اجل جمع الازبال وطرحها في اماكن مخصصه لها، الا انه هذه النفايات تتشكل مشكل عويص على جميع الكائنات الحيه. وتنعرفوا انه ملي تتكون المطارح تكون تتعمر تتم الحرق ديال هذه النفايات، ولكن هذا الحرق ديال هذه النفايات تشكل لنا مشكل، هذا المشكل اللي هو التلوث ديال الجو، واللي ترجع بامراض مثل امراض الرابو، الحساسيه، امراض العيون ديال الناس اللي هم مجاورين المطارح ديال الازبال، وكذلك انه بعض المواد اللي هي مواد سامه كيميائيه تتهبط للفرشات المائيه وتتعود في الدوره لاستعمال هذه المياه، انها تشكل لنا مشكل اخر. الفكره ديال المشروع ديالنا هو انه ناخذ هذا ليديشي اللي هما النفايات الصلبه واعادتهم الاستعمال ديالهم. كيف ذلك؟ انه نقوم بحرق بهذه النفايات واعاده استعمالهم في تصنيع الزجاج اللي يمكن نستعملوه في المنازل، في بحال لطابل والى غير ذلك.